بنحييكم على الشاشه في الزون اللبناني، رح اكون معكم بحلقه جديده من حلقات ماكول هنا. كيفك هنادي؟ هاي، كيفك شيف انطوان؟ منيح. انا والست هنادي رح نساوي اليوم سياريه بالطاجن، فقط بالطاجن بدون صلصه ثاني، وبطريقه سريعه. انه الشخص طلع عباله سياريه او طلبوا منه سياريه للاولاد للمدام، او بشكل عام ناس فجاه بدها تيجي لعندكم عشيه على البيت او غدا وطلب سيارية أو بتحضروا سيارية، فينا نسويها بطريقة سريعة ودائماً تعليم تاخدوها من الشيف أنطوان عبر شاشة التلفزيون لبنان. بدي ثلاثة فروخ سمك جاج، بصل نص كيلو، حامضة وحدة، مواد عطرية ضرورية، شقفة جزرة، كرات، ورقة كرافس، قطعة بصل، عودين قرفي، بهار، كبش قرنفل، حب زيت نباتي بحدود 3/4 الكباية، زيت زيتون، فنجان قهوة، رز حبة طويلة 300 جرام، عصير حامض تقريبا 3/4 نص كباية، كمون ملعقتين صغار ونص، بهار أسود حلو شوي صغيرة حوالي 3/4 الملعقة، قرفة ربع ملعقة صغيرة، ملح، لوز أو صنوبر مقطع على شكل صنوبر بدي بحدود 50 جرام أو حوالي. منشان هيك عم نسويها لصيادية وهي ذاتها تساعدنا فيها منشان تتعلمها مزبوط مثل الأول. شيف انطوان بيحرقوني عيني. شو بيعمل؟ بيحرقوني عيني. عينيك؟ طيب يلا حركيوني شوي وبعدي. يبطلوا يحرقوك. يحرقوك. بالبصل بيجمل للعيون، عيونك حلوين. هلا ببلش ببكي. لا لا ما بدنا تبكي دخيلي. نحن بدنا نفرح الناس ونعلمهم اكل طيب ويكونوا مبسوطين ببرنامج الشيف انطوان. مش ضروري بدك هلا التحريك، حركي ارجعي شوي لورا خلص. ايه؟ كل شوي بنحرقهم نتفق بس. مش ضروري. رح نحطهم على نار شوي قوية لا ياخذوا اللون البني اللي أنا بدي إياه. هلا برجع بعد شوي كمل البصل. هلا بدي أشتغل بغير شيء، بدي أشتغل بالسمك وبناخذ اتصال. ألو 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 بونجور. بونجوريني، اهلا وسهلا. يعطيك العافيه شيف انطوان. الله يعافيك، اهلا وسهلا فيكي. سلم بيتك على الوصفات الطيبه كثير. تسلمي تسلمي. معك نتالي. مين معي؟ نتالي. نتالي، وقف شوي. ايه يلا نتالي، شو بدي اعزبك اذا ممكن اخذ من عندك وصفه كومبوت الدجاج. نعم. واذا بيأثر اذا كان الكومبوت شوي منه، الدجاج شوي منه مستوي. بيهدي أكتر إذا مش مستوي. كتير منيح. بدي أخذ من عندك لو سمحت هالوصفة، وعندي بندورة توريز من الجنينة بدي أحتفظ فيهم للشتاء. نعم. كمان ولو سمحت كمان رب البندورة كمان من بندورة من الجنينة. كمان من الجنينة. أنت عاملة مثلي، أنا كمان زارع هيك. أحسن شيء هالحياة. أحلى شيء، معك حق. ينبسط الإنسان وبعيش على الرواق. صح صح، معك حق. يعطيك الف عافيه. وبيعرف وبيعرف حاله شو عم ياكل. فردون؟ ايه صح. وبيعرف حاله شو عم ياكل. صح صح. تكرمي نتالي. ميرسي كثير. تكرمي. اول شيء بخصوص البندوره الكرازيه في طريقتين. اول طريقه هون بنملح السمك بقلبهم، برجع بملحهم هيك بده يكون السمك طازج، ببص بص لوحده. عامل السمكة مكياج بدون ما تعمل مكياج وفوندتان. ليش بتنعمل فوندتان ومكياج السمكة؟ ايه اذا كانت بتلمع يعني معناتها عاملة. ما البنت ما الست اوقات بتعمل لتبين. بجيب ورقة زبدة، اكتبه لي شوي. ورقة زبدة، منجيب صينية ولا شي بحط عليها، كمان بحطها على النار ولا شي بحط عليها. بجيب سمكة بنحط عليها ترانشين حامض تحت، ترانش حامض
من هون، حطينا ملح على الجهتين، شوية زيت زيتون أو زيت نباتي، اثنين صح، يعني عم بعملها قدامكم بشكل. ألو ألو بونسوار. نعم، بدي أحكي مع الشيف أنطوان. عم يحكي معك عيني، أهلا وسهلا فيكي، مين معي؟ معك مدام رحال. يا أهلا وسهلا فيكي مدام رحال، كيفك؟ شيف أنطوان أنا كثير متشكرتك على طبخاتك الحلوين والطيبين. تسلمي. وأنا عندي كتاب لإلك، بس نعم. في شغلة صغيرة بدي أسألك إياها. نعم. عندي شي مثلا بالبراد بيبقى شي كليان بندورة ومش عايزتهم، ما بيجيون وقت لأطبخ فيهم. هلا إذا فرمتهم وحطيتهم بالفريزر بيقول شي؟ لا ما بيقول شي. يعني بي أبو جمعة جمعتين بهدو. وفيكي لشهر كمان. إيه طول عمرك، خلي لي إياك. بخاطر عيوني. ولك خلي لي إياك يا رب، والله لا يحرمنا من البسمة الحلوة. تسلمي تسلمي. ولك طول لي عمرك 100,000 مرة. تسلمي من معزتك. ولك خلي لي إياك يا رب، ما بينشبع منك. تسلمي من معزتك. أنا كل يوم بحضرك وجبت كتاب لعلك. الله يطول بعمرك وتضلك بصحتك. كأنه الشيف أنطوان بالبيت عم يطبخ. الله يطول بعمرك وتضلك بصحتك. طول عمرك يا رب انت ويخلي لنا اياك، الله لا يحرمنا منك. تسلمي تسلمي من معزتك، تحياتي كمان لكم كلكم، بحبكم كمان من قلبي. تسلم تسلم يا شيف أنطوان، يخلي لنا اياك الرب. بخاطرك. هلا جوزي ضاج بيقول لي علي الصوت. سلمي لي علي لجوزي. الله يسلمك، بعد انا وياه بنحضرك، طول عمرك. بخاطرك، سلمي لنا علي كمان، تحياتنا لإله. كثير يا شيف أنطوان. ويضل ياكل من اكلاتك الطيبين. كثير متشكرتك. تسلمي. هلا بدنا نحضر البصل. غسل الرز؟ خلص الرز تغسل. لا بصفيه؟ بصفيه بعد شوي، لنشيل بس البصل. نتفة صغيرة هون ليحمر، نشيل شوي للزينة، بنحط المواد العطرية وبعدين روس السمك، بعدين بدي احطهم بظهرهم، نحن عم نعمل لنا طريقة سريعة هالمرة. هلا البصل بدي احضره للطاجن، بنحط كمان شوية زيت زيتون، وفي احط معهم شوية زيت نباتي. بنحطهم على النار. البصل عندي بفرمه بهالشكل كومبوتنجاس. نغلي لتر ماي مع 475 جرام سكر مع 6 حبات كبش قرنفل، ورقة غار صغيرة، عرق رومران صغير. بس يغلو بجيب نجاس بقصه بالنص، بشيل منه البزر الصغير الموجود، بسقطه بقلب المي والسكر يلي صارن عم يغلو على النار 3-4 دقايق مع بعضهم، بخلي يغلي نجاس فج. عم برجع بحكي 3 دقايق، بعدين بشيلوا عن النار وبسكبهم بمرطبين، وبيطلع عندي كومبوت نجاس. وبناخذ اتصال جديد. الو 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 بونجور. بونجور شيف أنطوان. بونجوراني، اهلا وسهلا فيكي. يعطيك الف عافيه. الله يعافيكي. الله يخلينا اياك هيك بهالطبخات المميزه اللي دايما بتعطينا. تسلمي تسلمي. شيف بدي اسالك، انا امبارح كنت عم بعمل مغلي. نعم. صراحه ايدي بتوجعني لحرك المغلي، قام طلع ببالي جيب المولاه وهيك اخفقهم بالمولاه، قاموا رخيوا معي. شو السبب وشو هيك، عندك شي طريقه هينه نعمل فيها مغلي بدون ما نحرك كثير؟ المغلي كثير هوين، ما بده هالقد صعوبه، لان حتى حبه الرز انه تفتح شوي بيقولوا انه لازم ينغلى كثير تما يفصل. نعم. بنجيب او هيك بصل لنشيل على الوجه، بنزين لنحط فيهم على الوجه، وهلا الباقيين بدي استعملهم من شان الصوص.
ضيف عليهم المواد العطرية، انتبهوا لي، بتحركهم معهم ضيف عليهم شوي من الكمون، عفوا الكمون، لا مزبوط، حركيهم شوي، نتفة بهار اسود حلو، نتفة قرفة ناعمة، وبضيف لهم رجع شوي لورا مي، لانه بدها تعمل تش. شفتي ساحر انا دكتور ميكي، تحياتنا لإله. هون بدي اعمل منهم الرز. لازم يحترقوا هيك هيك، مش يحترقوا، يتحمصوا منيح. هيك اعطيني هي الصحن، حطي ملعقه الخشب فيهم. يلا هلا هون عم نحركهم، نكمل البصل لنرجع للكومبوت. هي الكومبوت اذا فج، اذا نجاس فج يعني جامد بعده، اما اذا كان مستوي شو بنعمل؟ نفس المي، نفس السكر، نفس كبش القرنفل وورقة الغار وعرق الرومارين، نفس الغليان، بسقط بقلبهم دغري. نجاس الكومبوت مستوي، منشيل بذره مقصوصة بالنص أو أربع شقف، بغليها دقيقة واحدة، بشيلها دغري عن النار، بجيب صينية فيها مي مسقعة، نزل الطنجرة أو الكاسرولة بالصينية، مش النجاسات، الطنجرة نزلها هيك بالصينية هيك بقلبها، لنوقف عملية الطهي فجأة. برجع بحطهم بمرطبين، بسكبهم مع كبش القرنفل، ومنقلكم ألف صحتين. هلا هون حط معه، انتبهوا، قشرة حامض بجوفها للحامض منها، لو كان فيها شقفة صغيرة بتمرمر على الغليان اللي كتير، وكتير ما بدي، بدي شقفة، بنحط شقفة حامض معها للنكهة. هلا بقى نكسر الطحينة بالوقت، وهون عم يستوي السمك. كيف بعرف انه عم يستوي؟ بتبلش تسخن ورقة الألمنيوم، سخنت، يعني معناتها على البخار عم يتغلغل بقلب ورقة الزبدة، ومضبوط أكثر بورقة الألمنيوم، وعم تنضج السمك، عم ينضج. هون عم نسويها قلنا على طريقة شوي، على طريقة سريعة. بنحط الطحينة، يلا اعطيني شيء صغير من عندك، منضيف على الطحينة هي البصل، قرب يدبل. هلا ما بضيف دغري الطحينة علي، بكز، بدي يضيف علي مي، بدي اطهيه بالمي، يستوي البصل لوحده. بس مش لازم يتحمر؟ لا، للطاجن ما بده، بحب الابيض هو، مش حابب يروح على الشمس، على البحر، عارف البحر ملوث. بنحط لنا شوية ملح، هالسنة ما حدا نزل هالسنة على البحر لأنه ملوث. يلا حطي شوية ملح، خلص، وهون حطي لي ملح. يلا بعد شوي، لانه بنحط للرز هون، ما عادش بنحط للرز، مزبوط. يلا هلا بدي اكسر تاعي، حطي لي ماي، بنحط ماي على الطحينه شوي شوي لاكسرها بالاول لتنعم. وقفي فينا عصير حامض، بنحط عصير حامض
خلص وقفي. ينعمو يلا بعد شوي عصير حامض. كمان بعد. يلا خلص. حطي له ملح. بنحط ملح للطحينة. اوكي. كل شيء بده ملح على قده. نجي لهون حطي المي محل اعملي معروف، خلي لي السكينة على حدا. هون عندي عم تغلي خواص البصلة للون، لكل لون كيف صار، هلا بيعطيني لون الرز. تجي مدام بتقلي ما بدها تقلي بصل أو ما بتحب البصل أو عندها حساسية على البصل وبدها لون الرز بني، نمشو أنا ماني ساحر بعمل لها إياه بني. بدها هاللون. هلا عم بقلب السمك، أول ميل استوى. ما تفكروا ما استوت، أول ميل استوت. عم بقلبهم. هيدي ما عشملنا اياها، حطها على حدا. هون عندي البصل عم يغلي، وهون عندي كمان البصل عم يغلي. هي البصل يلي هو للطاجن عم يستوي معي بلونه الابيض مع قليل من الملح، وهون كمان عم يغلي عم يعطيني نكهه البصل، عم تحلحل البصله يلي خليت لونه يغمق. وبالوقت زيت وحطيت معه مواد عطريه لانه هلا بدي احط السمكه روس السمك والجلد فوق منهم واغليهم لاستعمل الرز منهم ليطلع طيب. يعني طبخ الرز مش بالمي اليوم، بميه السمك وميه المواد العطريه يلي انا عم سويها عليهم. بنحضر جاط. في كمان ما بخاف، جيب السمك على نار قوية، ارجع من بعد ما غلت هون، ما عادش بدي نار قوية هون للمرقة مشان يطلع معي السمك بسرعة على نار قوية. وهي البصل هون مزين فيه الصيادية على الوجه. بهالوقت لنصفي الرز. صفي لي الرز بهاي اعملي معروف، حطي عليا وجيبي لي. وبناخذ اتصال. الو الو مرحبا. مرحبتين، كيفك شيف انطوان؟ ماشي الحال، يا اهلا وسهلا. انا امبارح طلبت منك الرسيت تاعت كفته بلبن. شو طلبتي؟ كفته بلبن. كفته بلبن مزبوط. ايه. لحقنا مزبوط. ايه بس بدي اسالك سؤال. شو هو السؤال؟ عندي فيلي سمك لهم شهرين بالفريزة. أساسا اشتريتيه مجلد؟ مجلد. كبيهم. حكبهم خلص. ما أنا قلت بسألك. لأنه بس يكون مجلد ما عاد فينا نجيبهم ونجلده. طيب ميرسي كثير. الله يديمك يا رب. أوكي تكرم عيوني. حبيبي. ليكي بسينات بحبه، مرة الماضي أكلوا سمكة البزرة. حرام. الله بيرزقهم، الله بيرزقهم. لا لا حكبهم. لا لا البسينات طيبين مليح ما بيصير لهم شيء. ما سمعتها سمعتها. خلص تتركهم تعملوا لبوتشي. حرام انزل السينه. بخاطرك. ايش شوف انطوان خلص تتركهم تعملوا لبوتشي. البوتشي ما بياكل، الكلب ما بياكل سمك. بلا انا بطعميه. طعميه عودتيه على السمك؟ ايه. عم تغذيه بده فيتامين اي زياده ويود هيئته. لا انا بس كون عم جايبه سمك بفضل الطعميه. هلا ما حطيت زيت زيتون وزيت نباتي مع بعضهم للارز. بنشيلها ومن الدارب. هالطحينة الموجودة عندي وكسرناها بالماي وعصير الحامض، حطينا لها ملح، بنزلها فوق البصل. وبنحركهم. برافو. هلا بعملها بالبستر، تعرف كيف بيعملوها طاجن. هلا بنخليها تغلي. يحضيف الارز على الزيت الزيتون والملح والزيت النباتي، بنحركه
طاجن هون غلا منشيله. اعطيني عنك بسكبه دغري. اعطيني ملعقة الخشب ملسي. هاي 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 عندك عندك لإله. نزلي لي هول بعدهم وملسي اللي معروف. ملسي على كل الجاط. منرش عليهم صنوبر او لوز مقطع على شكل صنوبر. ومنحطهم بالفرن. يلا بالفرن. هالسمك خلص استوى. شوفوا كيف بدي يصير اشتغل فيه. ضيف بالاول للرز كمون ملعقتين صغار بهار اسود حلو، نص ملعقه صغيره قرفه ناعمه، ربع ملعقه صغيره بحركن، وبضيف قليل كثير من الملح لانه الصلصه صار فيها ملح. يلا حركي لي اياهم. منجيب السمك المشوي نشوى على نار قويه على وجه الفرن. منجيب جاط منشيل اول سمكي سخنت هذيك بفتحها انشوت تشتهوا تطلعوا فيها. ما تخمنوا انه هلا محروقه او بها شيء. نشتهي نطلع فيها منشيل منها نحملها على وبحطها لفين على بعضهم سخن. انتبهي هلا انا هون شو بعمل؟ بجيب سكين صغير وملعقه وببلش بشيل لحم السمك وبرجع شوي صغيره من الحسك برجع بشيلهم على مهله. هودي بشيلهم على مهلي هيك وباخذ اتصال. الو 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 بونجور. بونجور شيف انطوان. نعم يا اهلا وسهلا. كيفك؟ انا منيح انت كيفي؟ مدام حاج معك. اهلا وسهلا فيك مدام حاج. بدي اسالك شيف على الجبنه البلديه قد ايه بتهدي بالبراد؟ فيها مي مملح او بلا مي مملح؟ مي مملح بس مش زياده. لا انتبهي بدك تكون غمرتها. غمرتها. اذا غمرتها بتهدي 8-9 ايام. 9 ايام. اذا مش مغمورة ايه 3 ايام. بدي اسألك كمان سؤال عن ملوخية. اذا مثلا حسنيها وحطينيها بالكيس بالفريزر. نعم. قدبتها يعني تقريبا بتهدي كمان بتزبط حص ولا بتحطها كيفية؟ هلا انت حطيتيها خضرة او مطبوخة؟ حسها وبردتها وبدي احطها بالكيس بالفريزر. ايه بس عم نقصد انه مش مطبوخة. مش مطبوخة لا. ايه بتهدي عندك 6 اشهر 7 اشهر. 6 اشهر. نعم. ميرسي لك شيف. تكرمي اهلا وسهلا فيكي. يلا باي. هدول لزقوا. وين؟ انت بتحسي هيك. يلا اذا نوصي النار. مننزل السمك. تبهو هيل بدي اياه انا هون. هيل الهدف الحسك السمك والراس عم ينزلوا على الزوم. برجع بشوف وحده تاني. انا بدي بس اعمل لها رز على الدجاج ما بيطلع هيك اللون بيطلع ابيض. شو لازم اعمل؟
بدك تغمقي البصلة انت عم تسويها. لا، رز على دجاج. ايه البصلة، ما بتحطي بصلة ولحمة؟ بلا. ايه بتغمقيها؟ ما انا هيك بحرقها للحمة. بدك تحرقي قبل البصلة. ما بتطلع بصل. بدها بصل، مشان هيك كمان ما بتطلع. منشيل الحامض، بشيل السمكة، شيلي الورقة، نفس العملية. بعملها بهالشكل. هون هبر السمك. هون في عنا حسكي بشيلهم. برجع بحملهم وبحطهم بالجوت. كمان بنرجع على الميل الثاني نفس العملية. هون الراس. هون في عندي حسك بيطلعوا لوحدهم. هيدا السنسلي مع الدنب كمان لوحدهم. هيدا الراس، بشيل الراس وبحطه معهم. عم يغلي، شوفوا هلا شو بده يصير. هلا الحسك، يعني انتو بدكم شوي وقت اقل اكثر مني، انا الوقت محشور معي. يعني سمك الحسك مع البصل يلي هو مقلى واللون صاروا موجودين معه وغلو. انا مية البصل ومية السمك بدي اضيفهم على الرز بهالشكل. عم بطبخ الرز، هلا بيطلع الرز طيب، هلا بيطلع الرز غامق. ما فيي ما اعمل هالطريقة، وعملتها طريقة سريعة كتير لإلكن على البيوت ليطلع معي الأرز طيب ونكهته كتير مميزة. حركيهم شوي نشوف إذا بدهم شوي بعد. بدهم نتف صغير. برجع هلأ خواص السمك صار، والمواد العطرية ولون الأرز صار موجود معي هون بهالأكل. هلأ بغطي للأرز، وبس غطي الأرز بتوقف مع محطة إعلانية ونتابع حلقتنا أنا وهنادي عبر شاشة التلفزيون لبنان. منتابع حلقتنا ودائماً عبر شاشة التلفزيون لبنان أنا وهنادي عم نحضر صيارية السمك مع الطاجن بطريقة سريعة. هون صار عنا، بس لنوضح شوي للجمهور، أعطيني مشي سوري، هي الجات وهي الملقط. لا لا هون هون خليلي اياها هون، بنوضح للجمهور شو عملنا ليعرفوا انه شو الحل بالطريقة الطيبة. هون هدي الملقط، تبولي شوي. هون هي الحسك السمك، هيدا راس، وهي اثنين، وهي ثلاثة، اصبحوا هن ثلاث سمكات، ثلاث روسهم هن هون موجودين. هول المواد العطرية يلي استعملتهم معهم، وفي البصل يلي صار لونه أشقر غامق يلي هو عطاني اللون يلي أنا منه بدي لون الأرز ويطلع لون الصيادية على طبيعته، بدون صبغة، بدون أي مواد إضافية غير صحية بنستعملها ببعض المطاعم أو الأوتيلات. هيك طبيعة بيطلع معنا بواسطة البصل يلي هو أنا لونته على النار، وميته صارت بتلون الأرز يلي أنا فيه. من بعد ما ساوي هاي الطريقة، إذا بدي ساوي صلصة، في أوقات بيساوي صلصة معها من زبدة وطحين وزوم هالسمك يلي بعده موجود عندي، كمان فينا نسويهم. أنا اليوم مش عم سويها مع الطاجن، صيادية مع الطاجن بدون هالصوص يلي سويتها. هلا ما بدي هون في حلين، اما منصفي الصوص ومنحطه من تبروير صغير بخلين يبرد ومنفرزهم، وقت اللي بيكون عندي شو مره شيل السمك بستعملهم كصوص، او كبوهم، ساعتها انتو حرين بال
منجيب مصفاية في النار هنادي، منجيب مصفاية أوعي دغري ومنحطهم فيه. يلا فضي لي هون هون عمهلي أخذوا لون، صار لونهم حلو لنحطهم على الوجه، وهيك حمصناهم بدون أي مواد دهنية، يعني نترك مجال لو واحد طلع عبيله حبة بقلاوة ما يحرم حاله، قطعة جاتو صغيرة ما يحرم حاله، هيك بيكون منوفر من المواد الدهنية من الأكل لنقدر نستغلها بالحلو. يحشيل الجات من الفرن بدي عزبك تسكر لنا الفرن. جات خلص تبع الطاجن، هذا اللون المطلوب اللي بدي اياه لإله. رح نشوف المقادير ومنتابع حلقتنا انا وهنادي عبر شاشة تلفزيون لبنان. هلا بدنا نبلش بعملية السكب. حطيناه بقلب ال هلا اللوز او الصنوبر، برجع بقول او الصنوبر، هي اصولا صنوبر بس صار الصنوبر كتير غالي، ما في يعني اللوز بيعود عنه وسعره كتير مقبول. هيك بيكون ما بده شي، جاتنا كتير سخن هون بهالشكل. ست هنادي انا بشكرك على صيادية الطاجن اللي انت طلبتيها وسويناها. هدول كلهم لقالت بطريقة سريعة. طيب اليك اليك، انا مش راح اكل، انت حبيتيها وانا اليك خلص، انا شميت الريحة وعلى الريحة شبعت مثل ما بيقولوا. انا بشكرك مرة تانية، انا بحيي كل مشاهدي تلفزيون لبنان، وبنشوفكم بحلقات جديدة، والشيف انطوان على طول بحبكم وبقول لكم باي باي.